لهم هذا الشيء، لأنه كثير من الناس سيطرح وما ترجعش، كثير من الناس سيخرج من ديارات الكثير. اليوم جنازة لشخصين توفي في تخمرت أيضا من ولاية صيف، يعني في حادث واحد بالأمس أو قبل أمس عائلة، الأسبوع الماضي أكثر من 30 شخص. وضعنا رحم هذه الأعداد، وضعنا رحم هذه الأعداد. فلا بد من الحس، لا بد من المسؤولية، ولا بد من الحسم في تطبيق القوانين في لا سيما في هذا المجال. أسأل الله أن يحفظ بلادنا وأن يحفظ أهلنا ويحفظ إخواننا ويرد المسافرين إلى أهلهم سالمين آمنين قائمين. والناس اللي وقفت هذه الوقفة، نسأل الله عز وجل أن يحفظ في ميزان حسناتكم أجمعين. الله عز وجل يقول في كتابه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. أسأل الله أن يجعل هذا الخير في ميزان حسناتكم، وصلى الله على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا